19 قتيلا في موقع الحادث وراكبين توفيا متأثرين بجراحهما في المشفى. هي حصيلة حادث خروج أحد قطارات الأنفاق في موسكو عن سكته صباح الثلاثاء. ما يقرب من 40 مصابا ما يزالون في حالة حرجة. وزير حالات الطوارئ فلاديمير بوتشوكوف قال إن عمليات الإنقاذ انتهت داخل النفق. أود أن أرسل التعازي لأقارب القتلى باسم الحاضرين هنا وباسم الحكومة عموما. لا أشك أنه من الضروري دعم موسكو في التعامل مع هذا الحادث الخطر، يقول رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتواجد بزيارة في البرازيل أمر بفتح تحقيق جنائي في الحادث الذي قد تعزى أسبابه لوجود خلل في إحدى عربات القطار. وأعلنت بلدية موسكو الغد يوم حداد على أرواح الضحايا. قطار أنفاق موسكو افتتح قبل 80 عاما في عهد ستالين ويعتبر من الأكثر اكتظاظا في العالم.